الهشاشه من الحاجات اللي بتتعرف متاخر شويه، لان احنا الكتله العظميه بتوصل لاعلى تكوين ليها في اوائل العشرينات وفي منتصف العشرينات. تبدا الهشاشه تحصل لما يبدا معدل التكسير يبقى اكتر من معدل التكوين، ودايما الاعراض بتاعتها بتبقى اعراض سايلنت، تفهماني محدش يعرفها خالص، لما تظهر في مرحله متاخره، وتبدا تظهر بوجود الام متفرقه في الجسم خاصه في الظهر، وتزيد قوي لو قدر الله لو حصل كسر في العمود الفقري. يبدا مع قصر القامه، لو واحد يقول لك انا حاسس ان انا كنت طويل بس بدات اقصر شويه، لو حصل تحدب في الظهر، سهولة الإصابة بكسور العظام بصفة عامة ممكن تكون علامة من علامات هشاشة العظام. الأسباب بتاعت الهشاشة كتيرة جدا، بصفة عامة السيدات أكثر إصابة بالهشاشة من الرجال، ده واحد. تاني حاجة بصفة عامة الناس اللي في مقدمة العمر اللي هو مع زيادة العمر بيبقوا أكثر إصابة بحدوث الهشاشة. بالنسبة للسيدات، لو لا قدر الله أحد السيدات أصيبوا بسرطان الثدي، فهم بيدوا أدوية عشان السرطان ليها علاقة بأنها بتقلل مركب الأستروجين، فالناس دي عليها أكثر إصابة بهشاشة العظام. حتى الرجالة، لأن في بعض الناس بتصاب قلة نشاط الهرمون التستوستيرون، وده بنشوفه في الناس اللي عندها لا قدر الله سرطان البروستاتا، بنديهم أدوية توقف هذا النشاط، الناس دي عندها إصابة بالسرطان. الناس اللي بتعمل دايت بطريقة غير احترافية فبيقلل أدوية كتيرة جدا، ممكن الناس دي تصيب بالهشاشة. الناس اللي هي ما بتعملش اي نشاط خالص او نمط الحياه، الناس اللي هي كسوله بصفه عامه، بتقول لك انا ما بمشيش اي حاجه، الناس دي اكثر سبب بهشاشه العظام. الناس اللي بتشرب سجاير كتير او بتتناول كحوليات بصفه منتظمه او بكميات كبيره، دي اكثر عرضه للاصابه بالهشاشه. الاطفال قصه تانية خالص، الاطفال بيبقى عندهم ممكن لين عظام او نقص كالسيوم او نقص فيتامين د بطريقه معينه، فبيساعد على اصابتهم بلين العظام. الهشاشه صعب انها تحصل في الاطفال. اي تمرين اعمليه بطريقه منتظمه لفترات زمنيه، انت فاهماني يعني نمشي كل يوم نص ساعة، حافظي على تمارين رياضية بصفة عامة، ولكن قعدة البيت أو الكسل أو عدم ممارسة الرياضة بصفة عامة دي أكثر العرضة للإصابة. لازم ناخد بروتينز، البروتينات من الحاجات المهمة جدا. الناس النباتيين اللي بقت برضه في ناس كتير قوي نباتيين دلوقتي، موضوع الفول الصويا، ممكن تاخد فول صويا بكميات، المكسرات، البقوليات، اللبن والبيض من الحاجات المهمة جدا. بصفة عامة ان احنا نبدأ نزور الدكتور لو بدأ يحصل انقطاع للطمس، دي حاجة مهمة جدا. ثانيا، لو احنا بناخد مركب الكورتيكوسترويدز اللي هم معروف باسم الكورتيزون لأي سبب من الأسباب لفترات زمنية طويلة، يفضل ان احنا نزور الطبيب المتخصص لذلك.